السلام عليكم خاوتي، واش راكم ليكيب؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. رجعنا كالعاده في فيديو جديد. اليوم خاوتي اسعار اقل شويه من 100 مليون. والله توحشتكم يا خاوتي، على بالك عندي زمان ما درتش حتى فيديو. مي رانا هنا، رجعنا باذن الله. بصح حتى نتوما ما تبخلوش علينا باشتراك القناه، مع تفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. ما نطولش عليكم ونبداو على بركه الله. بسم الله. ونبدأ يا خوتي مع أول سيارة معنا من علامة رونو كليو كومبوس عاني 2012. هذه بنزين بمحرك 1.2 إيسانس 75 شوفو. هذه البلونش فيها موتور ماشي 250 ألف. المعاودة يقول لكم فيها فوال ما كانش شوك خوتي. الموتور يخدم على الشعرة. السعر تاعها 85 مليون. هسيدي خاوتي من المسيله بالضبط. وننتقلوا خاوتي لهذا الرونو سيمبول عام 2014. هذه بنزين بمحرك 1.2 ايسانس 75 شوفو. هذا النوار فيها موتور ماشي 224 الف. المعاود اقراوا البطاقه الفنيه مليح. السعر تاعها 90 مليون. السيدة خوتي من قسنطينة. ومعنا خوتي هاد النيسان ميكرا عام 2012. هادي بنزين بمحرك 1.2 ايسانس 80 شوفو. هاد النوار فيها موتور ماشي 166 الف. وراه يقولكم راها زيرو بانشور. السعر تاعها خوتي عطاوه 95 ومشكيتش بعيدة. السيدة خوتي من الجي من بابا حسن بالضبط. ننتقلوا خوتي لهذا البيجو كوميرسيال عاني 2009. هذه مازوت بمحرك 1.4 اتش دي 70 شوفو. هاد البلونش فيها موتور ماشي 250 الف. يقول لكم راهي ما فيهاش صبيغه، موتور ما شاء الله كل شيء يخدم فيها. السعر تاعها 96 مليون. السيدة خوتي من عين الدفلة من خميس مليانة بالضبط. ومعنا خوتي بيجو 207 عام 2011. هذه بنزين بمحرك 1.4 ايسانس 95 شوفو. هاد البلونش فيها موتور ماشي 200 الف. لا يقول لكم فيها دي روتوش راه مبينين في الفوتو. السعر تاعها 95 مليون. السيدة خوتي من تلمسان بالضبط. ومعنا خوتي هاد الهيونداي اتوس عام 2007. هادي بنزين بمحرك 1.1 ايسونس 62 شوفو. هاد البلونش فيها موتور ماشي 200 الف. يقول لكم راهي فيها كالك روتوش سي با غراف خوتي. السعر تاعها 90 مليون. السيد من وهران. ومعنا خوتي هاد القريطوال عام 2012. هادي حاط لها الغاز بمحرك 1.5 100 شوفو. هاد البلونش فيها موتور ماشي 185 الف. راه يقول لكم راها فيها كالك بانتور في البيبان والطوا. السعر تاعها 85 مليون. السيدة خوتي من ميلا من شلغوم العيد بالضبط. ومعنا خوتي هاد الكيا بيكانتو عام 2014. هادي بنزين بمحرك 1.2 ايسونس 75 شوفو. هاد البلونش فيها موتور ماشي 260 الف.
نضيف الله يبارك خاوتي الساعة تاعها 98 مليون. السيد من ألجي، واللي بعدها خاوتي داسيا لوغان اني 2017. هذه خاوتي بنزين بمحرك 1.2 ايسونس 80 شوفو. البلونش هذه فيها موتور ماشي 170 الف. المعاود شوفوا السيد خاوتي العزاز انه امر في صندوق الوصف والاول تعليق. الساعه تاعها 100 مليون. السيدة خاوتي من ولاية بسكرة. وننتقلوا خاوتي لهذا الداسيا دوستر عاني 2016. هذه بنزين بمحرك 1.6 اسونس 100 شوفو. هذه الرمادية خاوتي فيها موتور ماشي 87 الف. السعر تاعها عطاوها 93 مليون. السيد من خنشلة بالضبط.